ازيكم يا اصحابنا الحلوين، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل زينه تتعلق على الحيطه. ممكن نحط هنا اي شكل تاني او اي خرزه. دلوقتي يلا بينا نبدا ونشوف الطريقه ازاي. Thank you.
احنا عملناها هنجيب عندنا بقى اي خرز، نجيب من عندنا خرز زي ده، نجيب اي اشكال من عندنا ونلزقها هنا زي ما انتم شايفين كده. وكده تكون خلصت حلقتنا. ياريت اللي ما عملش لايك وشير واشتراك في القناة يعمل علشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. باي باي.